دور للبيع يا محينك، جبلكم الوكيل الموبيلي من مدينة البلوقية. تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تستناو في جديد العقارات. الوكيل اللي كيب جبنا لكم عقار ولا اروع، سورتو انتم اصحابنا لي كوميرسون. رانا في ولايه لنديه. وين اكزاكت؟ في البرواقيه الزينه، بلديه برواقيه، دائره برواقيه، ولايه لنديه. جبنا لكم ان تور ار بلس 4 بلس سول بعقد ملكيه ودفتر عقاري لكيب، بشهاده ملكيه ودفتر عقاري. جبناه لكم من وسط مدينة البرواقية. عندك تور ال بلس 4 بلس سول بمساحة 780 متر مربع. عندنا مركز تجاري فيه 17 محل ليكيب، وعندك سول فيه 3 باركينج، وعندنا 3 اف 5 بمساحة 200 متر مربع. واش عندنا في المركز التجاري؟ كما نشوفوا متنوع بالمحلات، 17 محل، 7 منهم مكاتب، وعندك 10 محلات تجاريه، وين تلقى سوبيرات، صيدليه، سبا، سيمي فيني. عندنا ايضا في مختلف الطوابق مركز طبي، وين نلقاو طبيبه نساء، وين نلقاو ايضا طبيب اسنان، نلقاو محضر قضائي، والعديد من المحلات الاخرى. يعني فريمون عقار ضخم وضخم جدا. عندنا ايضا في طابق من الطوابق عندنا 3 اف 5 ليكيب بمساحه تاع 200 متر مربع. تخيلوا يعني المساحه الكبيره تاع لي زف 5 تاعنا. عقار ولا اروع، تور ال بلس 4 بلس سول هنا في قلب البرواقيه بعقد ملكيه ودفتر عقاري. عندك ريتشوسي قلنا فيه محلات تجاريه، فيه قلنا سوبيرات، صيدليه، سبا، سبا يعني مركز تاع نقاهه ومركز تاع عنايه جسديه، سيمي فيني. وعندك العديد من المحلات الاخرى، يعني بزاف كاين محلات. عندك 10 محلات راهي اوبيراسيونال، يعني راهي تخدم، وعندك 7 مكاتب بمختلف الانشطه المتنوعه، خاصة أنشطة المكاتب. عند كما تعرفوا بلي المكاتب محاماة ولا موثق ولا محاسب، يعني بزاف المكاتب اليوم هنا، 7 مكاتب. عندنا أيضا في السوسول تاعنا 3 باركينج تقريبا نفس مساحة العقار تاعنا، اللي راهي مساحته 780 متر مربع. كل الوثائق القانونية عندنا هنايا بعقد ملكية ودفتر عقاري. تور يعني مركز تجاري معروف على المستوى المنطقة هذه اللي أنا فيها، في قلب مدينة البرواقية، قريب من كل المرافق، أيضا يعتبر وجهة. هذا المكان اللي أنا فيه يعتبر وجهة لكامل سكان البرواقية، لأنه كما يقولوا مركز حيوي، بما أنه معروف بالأنشطة المتنوعة تاعو. أيضا بالإضافة إلى ذلك فيه سكنات، شوفوا لي كيف ليسباس تاع السكنات، يعني رانا في الكوزينة، شوفوا الكوزينة شحال واسعة، يعني رانا نتحدثوا على مساحه تاع 200 متر مربع. بالنسبه لي ابارتمون اف 5، 3 ابارتمون اف 5 كل وحده فيها 200 متر مربع ليكيب، يعني عقار ولا اروع. شوفوا الاطلاله الجميله اللي قريب من كل لي كوموديتي، كل حاجه راهي قدامنا. البرواقيه على بالكم باللي راهي كما يقول لك مركز يقصده المتجهين نحو المناطق الجنوبية من الجزائر، سواء اللي يروحوا الجلفة ولا يعني كامل يجوزوا على البرواقية. بزاف ناس يحبوا يرتاحوا فيها، لأنه مدينة محبوبة ويعني معروفة بالهدوء تاعها، بطيبة ناسها، بالسمعة الجميلة تاع ناس البرواقية، والبرواقية ككل يعني محبوبة عند كامل الجزائريين. لما يروحوا من ألجي فير السود لازم يحبسوا في البرواقية هكذا باش يرتاحوا، باش يستعفوا، باش يديروا إسكال شباب في مدينة البرواقية. هوليك المركز التجاري تاعنا اللي عنده بزاف واجهات اللي انا نشوفوا فيه ليكيب، يعني عقار ولا اروع. انتوما ليكم لي كوميرسون، انتوما اللي حابين تستثمروا، انتوما اللي حابين يكون عندكم بروجي ناجح وناجح جدا، سورتو هنا في مدينه برواقيه، لانه رانا في قلب المدينه وين كل حاجه
راهي متوفرة وكل حاجة قريبة لنا، يعني الغاز والكهرباء والماء بيان شلون كاينين. وكاين ايضا قلنا بلي كاين باركينج سو سول طروا باركينج ليكيب، يعني بمساحات كبيرة تاع الباركينج تاعنا اللي متوفر على كل حاجة في الباركينج تاعنا، يعني هاوليك باركينج سو سول كبير وكبير جدا ليكيب، يعني كل حاجة متوفرة في المركز تاعنا ولا في التور تاعنا، التور اللي فيها استكانات وفيها ايضا محلات تجارية وفيها ايضا باركينج اللي شفناه كبير وكبير جدا ليكيب. يلا تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف مع الوكيل الموبيلي، دائما نجيب لكم عقارات مميزة انتم اللي تحوسوا عليها ليكيب. ما تنساوش تابوني في كامل صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، واستنونا في الفيديو اللي جاي على بالنا يعجبكم بزاف. سلام.